طبعا برحب بيك مره تانية يا كابتن هيثم، ومستمرين طبعا معاك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن معايا في هذه اللحظات طبعا كابتن دوله، كابتن محمد عادل طبعا لاعب النادي الاهلي. برحب بيك في البدايه، وخليني ابارك لك طبعا على ادائك النهارده طوال الثلاث اشواط طبعا في المباراه، وتتويجكم بلقب بطوله الدوري. اولا الله يبارك فيكي، بمسي على الكابتن هيثم وضيوفه الكابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل. الحمد لله كان الماتش النهارده كان ماتش قوي، كان ماتش دوري، كنا خسرين ماتشين، فالماتش ده يعني كان ماتش دوري، كنا بقالنا ثلاث سنين اصلا بنكسب الدوري قبل ماتش الزمالك، فده كان اول ماتش لينا يبقى نهائي دوري بالشكل ده، والحمد لله قدرنا نفوز على فرقه نادي الزمالك. فرقه الزمالك فرقه قويه، والحمد لله قدرنا نفوز عليها 3-0 الحمد لله. طبعا كابتن ممدوح اسماعيل حمى حضرتك، حماك يا كابتن. عايز اعرف بقى قال لك ايه قبل الماتش النهارده؟ طبعا ماتش النهارده مهم بقى، فاكيد قال لك حاجه. لا هو دايما بيكلمني بيشجعنا، حتى خسارتنا بعد ماتش الجيش بعت لي على الواتساب بيشجعنا، خلاص ارموا راداركم، ماتش تحصيل حاصل، ركزوا في ماتش الزمالك ده الماتش الاهم وده اللي يحسب الدوري. وكلمني قبل الماتش النهارده بيشجعنا وبيحفزنا، فالحمد لله يعني. والجمهور برضو ناس من على الفيسبوك والانستجرام، فالحمد لله كنا على قد المسؤوليه، كان اللعيبه كلها كانت رجاله والجهاز، عملنا محاضرتين امبارح والنهارده، فكنا مركزين الحمد لله على الماتش وعارفين كل لعيب هيعمل ايه النهارده، فالحمد لله اللي اتطلب مننا نفذناه، والحمد لله وقدرنا نفوز على الزمالك 3-0. كابتن يمكن انت اتكلمت في نقطه وهي الخساره في مباريتين طوال مشوار النادي الاهلي طبعا في بطوله الدوري السنه دي. يمكن الحمد لله الخساره دي سواء في مباراه بتروجيت او مباراه طلائع الجيش ما اثرتش على لاعبي النادي الاهلي ولا على ادائهم، زي ما شفنا النهارده اداء متميز واداء قوي طوال المباراه. طبعا ماتش بتروجيت كان ماتش مفاجاه بصراحه بالنسبه لنا، بس الحمد لله قدرنا نتعداه واخدنا ماتشاتنا كلها كسبناها الحمد لله 3-0 او 3-1. جينا ماتش الزمالك كان هم لو كانوا كسبونا كانوا هيحسبوا الدوري في الدور الاولاني، فالحمد لله كنا عاملين حساب الماتش كويس قوي ومركزين عشان ده ماتش البطوله، والنادي الاهلي معروف تحت ضغط بنلعب، ويكون في ماتش بطوله زي ده لازم نكسب، فالحمد لله يعني قدرنا نفوز عليهم في الدور الاولاني وفي الدور الثاني الحمد لله. وان شاء الله نركز في الكاس الفتره اللي جايه، احنا عندنا يومين اجازه وهنبدا السبت تمرين عشان عندنا كاس ان شاء الله، وإن شاء ان شاء الله نقدر نحسب الكاس برضه ان شاء الله. كابتن دوله بشكرك جدا، ومليون مبروك مره ثانيه، وقبل كاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. طبعا ده كابتن هيثم، كان لقائنا مع كابتن دوله كابتن محمد عادل لاعب فريق النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.